السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، إخواني أخواتي، مرحبا بكم في فيديو جديد وفي نهار جديد، وهذه المرة من واحد الضايا اللي هي لوغو ليغاردا، الضايا الرائعة والجميلة كما كتشوفوا معي على الصورة. خليكم مع الفيديو نستمتعوا جميع بهذه الصورة الجميلة والرائعة في الغاية ما تشوفين. بالنسبة لنا الجداد ما تنسوش تخبونا فلاشين وديروا جيم. الضايا الجميلة والرائعة المتواجدة بجنب مدينة فيرونا الغنية عن التعريف، هذه المدينة اللي كتمتاز بزاف ديال الضايا كما كتشوفوا، هذه واحدة من الضايا الغنية عليها. نشوفوا هذه ان شاء الله ونمشيو للضايا الاخرين. خليكم مع الفيديو ونشوفوا الناس الجداد ما تنساوش الماشين والجيم. نشوفوا الطارق الجديد في هذا المكان الرائع. Beh, anche come mio, anche più alto potrebbe essere.
come dire Olga, pesce il maiale ore. Larga. Facciamolo bene, tutta.
tutte brutte. No, una per bene. Beh, anche come mio, anche più alto potrebbe essere. No, ma è di vitamina.